السلام عليكم، أنا محمد غنائم. أتحداك أن نشر مقطع يوم الثلاثاء يا محمد. ما هو اليوم؟ أعتقد الثلاثاء. صحيح، نشرت على ستوري إنستغرام مقطع 15 ثانية ضربت المتابعين أن يسألوني، وكتبت اسألني مع لمسات سينمائية كما تشاهد. من قوة التحدي كتبت خطأ، كتبت اسألي. الغريب أن لا أحد من المتابعين انتبه لها في الأسئلة على حد علمي، والأغرب أن أحدهم سأل ما هو موضوع الحلقة. السؤال الأول، شنو أكثر موقف محرج ومضحك في نفس الوقت مريت به؟ في مرة كنت أنتظر المصعد مع أحمد لنصعد من الطابق 0 إلى شقتنا، وكانت الساعة 12 ليلا. المهم، ونحن ننتظر جاء رجل عملاق يشبه الروس جدا، ووقف بجانبنا ينتظر المصعد معنا. عملاق بالمعنى الحرفي. ولما صعدنا المصعد قلت لأحمد مازحا، لا تنظر له، يعني هذا بيذبحنا في الأسانسير الرجل العملاق. فقلت باللغة العربية، وضحك أحمد فنظر لنا العملاق وقال من وين الشباب؟ طلع الأخ عربي. السؤال التالي، هل تعرف كيف تطبخ مجدرة؟ لا أعتقد أنها صعبة، ناهيك أنه لا يوجد يعني شاب عزابي لا يعرف الطبخ، بغض النظر إن كان الطبخ يعرفه، لأنه لا يعتمد على الطعم إطلاقا. انصحني بطريقة تجعلني أحب القراءة والمطالعة. استمع للكتب الصوتية. أنا من محبي الاستماع لها، والكتب الصوتية عبارة عن كتب كاملة، ولكن بدلا أن تقرأها بعينيك تستمع لها. ومن أشهر تطبيقات الكتب الصوتية تطبيق ستوريتيل، أعتقد بعضكم يعرفه. يعني أحب الاستماع للكتب المختصة في مجال الأعمال، خصوصا عندما أكون مثلا أمشي لوحدي في الشارع أو أكون في السيارة. الهدف من الكتب الصوتية هو تثقيفك، ولكن في نفس الوقت تسليك، فجهد القراءة بالعينين أعلى من الاستماع. سأضع لك في الوصف رابط تحميل هذا التطبيق، جربها أول 14 يوم مجانية، بعد ذلك قيمة الاشتراك الشهري 10 دولار، أعتقد أنها تستحق يعني. أيضا يوجد في التطبيق ميزات كثيرة، مثلا يوجد لغتين للاستماع، العربية الإنجليزية، يمكنك حفظ مكان توقفت أو تسريع الصوت وميزات أخرى، يعني يستحق التجربة. يمكنك أن جرب. هل خطك جميل؟ صراحة لا يعتقد الناس ذلك، ولكنني أعتقد. سأكتب لك الآن وأنت بنفسك أحكم. شو أكثر الصفات اللي بتحبها البنت اللي راح تتزوجها؟ يعني جمالها أم دينها أم التزامها أم عملها، أم تجمع كل الصفات هذه مع بعض؟ يعني إذا جمعت كل هذه الصفات أعتقد حينها تصبح ملاك، يعني والملائكة لا تتزوج البشر. يعني كأي شاب أحب الالتزام، يعني لا أحد يحب المتكلة جدا ولا المتحكمة جدا. يعني عنوان جمال المرأة حياؤها، فكما يقال يعني وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا أحب أن تكون بجانبه، أحب أن تكون سندا وعونا لزوجها في بناء حياته وتربية أبنائه، والله يرزق الجميع الزوج والزوجة الصالحة، اللهم آمين. ما هو سبب التزامك في تنزيل الفيديوهات يوم الجمعة بانتظام؟ السبب بكل بساطة أعتقد أنه يوم مبارك، كما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ناهيك أنني أشعر أن النشر يوم الجمعة به نوع من البركة في الإفادة أو النفسية. أنا أشعر أن جلساتنا معا كل يوم جمعة بمثابة الجلوس مع الأهل بعد الصلاة، هكذا أشعر صراحة. أود أن أشرب فنجان قهوة معك، بالطبع الشرف لي، فقط حدد الزمان والمكان. بالمناسبة صادفني مرة أحدكم في الشارع وأوقفني وقال باستغراب، هل أنت محمد غنايم؟ قلت له ما رأيك؟ فأصر علي يومها أن يعزمني على كاس الشاي، وبالفعل كنت متفرغ وجلست معه، وكانت جلسة مسائية طيبة صراحة. أوجه لك التحية من هنا أيها الصديق. كم لك مش شايف أهلك؟ أصبح لي إلى الآن 3 سنوات. السبب بكل بساطة هو عدم توفر الظروف، آخرها كان كورونا الذي أغلق الطرق والسفر، وإن شاء الله متى ما فتحت الطرق سأذهب مباشرة. كل التحية لأهلي ولكل من ينتظرني هناك. المحزن في الأمر أنك في لحظة ما تجد نفسك بلا ذكريات معهم، وهذا أمر صراحة محزن، ولكن بإذن الله ستصنع ذكريات جديدة بمجرد أن تراهم. هل يمكن في يوم تترك اليوتيوب؟ نعم ولا صراحة، ودعني أوضح لك الأمر. لو نظرت لليوتيوب ستجد أن اليوتيوبرز اليوتيوب لديهم بمثابة عمل بدوام كامل. نعم، اليوتيوبر وفق مسميات يوتيوب اسمه صانع محتوى، يعني هو يصنع المحتوى وهذا عمله، ويأخذ على ذلك ربح أو مال، تمام؟ وهذا عمل كباقي الأعمال، والمدير به هو المشاهد، والموظف هو صانع المحتوى. فإذا طلب المشاهد أي محتوى، المدير يعني، يجب على صانع المحتوى أن يلبيه له، حتى لو كان هذا الأمر الذي طلبه خادش الحياة، جارح للمشاعر، هادم للقيم، يجب أن يصنعه ويقدمه له، فهذا عمله وهذا مصدر دخله وقد وافق عليه، تمام؟ بالنسبة لي بكل وضوح لا أتعامل مع اليوتيوب كأنه عمل، ودليل ذلك أنني طوال كل تلك السنين ثابت على مبادئي والحمد لله، ولا ألبي كل ما يطلبه المشاهد الذي يفترض أنه مديري. وضريبة ذلك أن مشاهداتنا ليست مليونية، ونمو القناة أيضا ليس سريع. هدفي هو مشاركة علم، بناء صحبة،
وأحب في الله، أن أكون صادق وصديق مع من يشاهدني، وبالتالي أكون ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. وهذه رسالة أتمنى في يوم من الأيام أن يتخذها الشباب مبدأ في حياتهم. فهل سأترك اليوتيوب؟ يعني اليوتيوب بالنسبة لي ليس عمل لأتركه، ولكن لو تركت اليوتيوب في يوم من الأيام سيكون لسبب له علاقة بشيء أهم من مشاركة العلم، بناء صحبة طيبة إلى آخره. يا أخي، أمور بفترة سيئة جدا ولدي هموم وضيق في صدري، انصحني نصيحة. بداية نسأل الله عز وجل أن يخفف عنكم وينزل عليكم الطمأنينة والسكينة. نصيحتي أن الدنيا لا تستحق، لا شيء في هذه الدنيا يستحق حزنك. هل ما يحزنك هو موت؟ كلنا ميتين. هل هو دراسة؟ نحن في حياة أساسا اختبار. هل هي عمل؟ كم من فقير اغتنى وكم من غني افتقر بين ليلة وضحاها؟ هل هو حب؟ هل هو زواج إلى آخره؟ الشيء الوحيد الذي يحزن عليه وتضيق له النفس هو تقصيرك مع الله. فأنصحك بتقوى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تخيل، أنت بتقوى الله ستأخذ الرزق من حيث لا تحتسب، والرزق هنا ليس المال، هو كل شيء يعطى لك. أما إذا أهملت تقوى الله ستجد كل شيء يعكر مزاجك ويجعلك في ضيق وهم، مثل كلام الناس، نظرتك لنفسك، مقارنة نفسك مع الآخرين، مستواك الدراسي، العلم، المادي، كلها ستكون كالسهام التي تؤذيك في حياتك. ولكن بكل صراحة، من وضع تقوى الله الهدف الأعلى، كل هذه الأمور لن تؤثر به ولن يراها أساسا تستدعي الهم أو الضيق. كم عمرك أو كم مضى من عمرك؟ 26 عاما. ليش ما تجرب تنوع بالقناة وتنزل تحديات ومقالب؟ قبل شهر أحمد صور بي مقلب كانت نهايته دراماتيكية، خرجت عن طوري وقتها ولم أنشره، وله شهر يترجى فيه أن أنشره. أشعر أنه لا يليق بي ولا بكم، يعني لماذا قد تتلاعب مشاعر أحد؟ طبعا أحمد هنا يقول يعني إذا وصل هذا المقطع 100,000 سينشره، سيصبح مطلب جماهيري، سينشره وقت. هل انتهيت من تأليف كتابك؟ أين ستصدره لأول مرة؟ متابعتك من فلسطين نابلس. حياكم الله أهلنا في نابلس وأهلنا في فلسطين الحبيبة. أعتقد سأصدر هذا الكتاب في عام 2021. بالمناسبة هذا الكتاب الأول لي، وأتعمد أن أكتب به بعد الفجر مباشرة، وأعتقد أن لهذا تأثير في مدى رونقه. محتوى الكتاب وفكرته يعني أبقيه لوقت نشره، ولكنه ليس خواطر أو ما شابه، بل هو كتاب أعمق سيأخذك لعالم آخر، وهو مناسب لكل شخص سواء كان مطالع أو غير مطالع للكتب بشكل عام. أنا متحمس أيضا لإكمال كتاباته ونشر إن شاء الله قريب. الله يوفقك. تقرأ شيء سورة من القرآن الكريم بصوتك؟ لنقرأ لكم هذه الآية: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هل تملك صديق مقرب كأخ؟ إن كان نعم، هل يعلم أسرارك؟ نعم لدي، وأسميه أمين السر، نحن ممازعه بها. وبالنسبة لأسراري، يعني الرجال لا تشارك الأسرار، ولكنه يعلم عني ما لا يعلمه غيره. محمد لو سمحت بتقدر تنزل تكثر من فيديو في الأسبوع؟ سأحاول طبعا بكل سرور إن ملكت الوقت والموضوع المناسب، هذا شيء يسعدني. ضائع، كيف أجد نفسي؟ دور عليها كويس. شو أحكي؟ ليس لدي سؤال حاليا، لكن فيديوهات غيرت كثيرا في حياتنا. استمر. أشكرك جدا على مرورك الطيب، وهذا كلام يثلج الصدر صراحة، أشكرك جدا. ماذا غيرت الشهرة بشخصية محمد غنايم؟ لا شيء، يعني الكل أصبح مشهور هذه الأيام، سواء على يوتيوب، على مواقع التواصل الأخرى. ولكن السؤال صح يجب أن يكون: بماذا تشعر أنك اشتهرت أكثر شيء؟ صحيح. ما رأيك ببنت تعترف للشاب بمشاعرها؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لغز لك، كيف يصبح العم والخال واحد؟ العم والخال واحد، أنا أعرف هذا اللغز السابق ولكن كيف سأشرحه؟ إذا تزوج جدك من أبيك، من جدتك، من أمك، وأنجبوا شخص
سيكون خالك وعمك بنفس الوقت، سيكون عمك من أبوك وخالك من أمك. أعتقد انتهت الأسئلة إلى الآن، سعدت بالإجابة عليها. جاءت الكثير من الأسئلة ولكن حاولت بقدر المستطاع الإجابة على الأسئلة التي ظهرت أمامي على أقل تقدير، وكان هناك بعض الأسئلة المكررة حاولت أن لا أكررها. صراحة الساعة الآن واحدة بعد منتصف الليل، أصور هذا المقطع يبدو علي التعب، ولكن هذا الشخص تحداني وقبلت التحدي، وهكذا يجب أن نفعل. إذا أخذنا تحدي يجب أن ننجزه مهما كان، حتى لو كان شيء بسيط، والله يعين من سيتحمل عواقب هذا التحدي اللي هو المحرر، يعني لا سأرسل له المقطع، الله يعينه، يعني يجب غدا أن يكون جاهز. شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.